زين سؤال، هل طبيعي ان الحصان تتغير درجات او ثقل تدكيته او حتى سحبه وتفضيته اثناء نفس الطلعه او لا؟ الجواب ببساطه نعم، لانه مو بس نفس الطلعه، الطلعات الاخرى لما تكون راكب حصان او متعامل مع الحصان ب طلعات مختلفه، اليوم هذا بكره غضب بعد مسار الى اخره. في الوضع اللي انت فيه تعطي الحصان حق فعل ما يريد، سحب، تفضيه، تدكيه، وضعيه ركبه قدام فوق تحت الى اخره. وش اللي يخليك تتصور انه في نفس الطلعه بمنعه ثم في الطلعات الاخرى بتيح له فرصه؟ ما تضيق وتوسع الموضوع على كيفك في التزليق، تواكب الثلاث، مما يعني ان الفكره مستمره للابد. من حقه يختار سحب او تفضيه والتدكيه، من حقه يختار السحب بطول معين بقوه معينه بسرعه معينه، هذاك التفضيه بسرعه معينه بطول معين من جهه من جهه، هذاك التدكيه بثقل معين من جهه من جهه. فهو من حقه اختيار الشكل اللي تركبه والجسم وغيره، واختيار النفسيه هاره هدوء الى اخره. والسحب والتفضيه والتدكيه ووضعيه الرقبه تدخل في الثنتين هذه، اللي هي ناحيه نفسيه تخليه يسحب زياده او اقل، يتكي زياده او اقل، يفضل زياده او اقل الى اخره، او ناحيه جسميه تخليه يختار وضعيه رقبه معينه تؤدي الى سحب زايد او تفضيه زايد او تدكيه زايد الى اخره، سواء طلعات مختلفه او نفس الطلعه، نفس الحصان او خيل مختلفه، انت فقط واكب. اللي يصير انك لو واكبت قد ما سوى بالفعل تسوي توازن. الحصان لما يكون طالع اليوم تدكيته زايده هذا يجعلك لا شعوريا تكي زياده، فبيخف نفس الطلعه عاده. او مثلا بعد كم طلعه. الحصان اليوم فضي زياده، رقبته مره خفيفه. ما يعني تكون مره خفيف فبيثقل بنفس الطلعه او على الاقل بعد كم طلعه. ما يعني اني تعمدت اثقله واخففه، اللي يصير انك انت مضطر تسوي فيه اللي سواه فيك، فالحصان بيختار عاده مع الوقت انه يسوي عكس اللي كان يسويه. بعض الاخير على طول نفس الطلعه، بعض الاخير بعد كم طلعه. ولكن ما يعني انا تعمدت فعل الشيء هذا، فنعم من حقه يغير درجات التدكيه او السحب والتفضيه او وضعيه الرقبه في نفس الطلعه او طلعات مختلفه او نفس الحصان او خيل اخرى، وانا فقط اواكب. لكن لما اواكب بيصير توازن، تكب زياده مع الوقت بيخف، خف زياده مع الوقت بيثقل، وقصدي طبعا قصدي يخف او يثقل مقارنه بكونه خفيف كحصان موزون. اي حصان موزون يعتبر خفيف مقارنه بالخيل الاخرى، واي حصان مكب خطا يعتبر ثقيل مقارنه بالخيل الاخرى، ولكن مقارنه بنفسه يخف كل ما ثقل واكبته صح، ويثقل كل ما خف واكبته صح. زي اول طلعه كنت مبالغ في كب العنان اول قسم المقطع هذا، وخاف من شيء يسار ولا ابغى استمر بكب العنان الزايد ولا بخليه على كيف، لان خلص الفيديو سويت جمعت العنان ورحت للشيء تماما نصيته، استمرت اشرح لين اطمئن وراح خوفه تماما، ثم رجعت لكب العنان. فما ابغى اوقف الفيديو، مستحيل استمر على كب العنان بدون ما اوزن، مع انه ما اسوي شيء اصلا موزن، ما راح ينطلق شيء، بس بيتوقع انه مجبرني على الوضعيه. فعلى طول وزنت عناني لحد ما نص وزنه، استمرت اشرح ونصيت الشيء. من يوم عرف اني بوديه للشيء تماما واطمئن، مشيت قدام وانتهينا. هنا واكبت استغلال لمكافأتي له، ثم أوزن ووقف محل ومشيت قدام.